مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. اليوم حنعملكم تغطية، حنروح على تيفولي بارك وحنروح على الداون تاون. اعذروني بس فصل ما قدرت أكمل، فاضطريت إني أشبك اللابتوب علشان أشحن الجوال وأصور لكم. بشكل عام لوبليانا مدينة عدد سكانها 300,000، مدينة جدا بسيطة وصغيرة، جدا جدا متسامحين مع العرب. يعني أنا زرت أكثر من يمكن 20 مدينة أوروبية، لوبليانا المدينة الوحيدة اللي أنا بحس حالي كمسلم متقبل في المجتمع. حاليا احنا في موسم الخريف، يعني هذا وقت ما بنصح ابدا انكم تيجوا فيه على المدينة، احنا جينا هون من دواعي العمل. يعني حاليا احنا في تيفولي بارك. تيفولي بارك هذه اكبر حديقة عامة موجودة في مدينة لوبليانا. طبعا اشي كثير حلو بتشتهر لوبليانا انه في كثير حدائق مجانية، فمناسبة جدا جدا للاطفال واطلالتها روعة. طبعا احنا هلا في السنتر تاع تيفولي، على اطلالة على القلعة لتيفولي، تيفولي كاسل. احنا الان متجهين للداون تاون للمدينة. بشكل عام اللي زار جنيف قبل كذا في اوروبا حيلاحظ انها جدا قريبة من لوبليانا كعدد سكان وكبساطة الناس وكاحترافية المباني، جدا جدا قريب من مدينة جنيف في سويسرا. بس عشان تشوفوا وضعي وانا بصور لكم، الشاحن مشبوك طول الوقت، نسينا الباور بانك في البيت. يا اخوان نصيحة للي جايين على لوبليانا خصوصا، ما في اوبر هنا يعني مو مغطى، لكن في تكاسي، في تكاسي هوب ان تاكسي وجدا رخيص. كاسعار مدينه لوبليانا ارخص مدينه اوروبيه رحت فيها بعد مدينه براغ، طبعا تقريبا نفس اسعار مدينه براغ في تشيك. يا اخوان بس من تجربه، اكيد في اخوان قبل يتكلموا برضو من خلال هذا الحساب، لا تطلعوا بالتكاسي بشكل عام في اي مكان في البلد في العالم. يعني لا توقف تاكسي بالشارع، الافضل انك تطلب التاكسي من خلال ابلكيشن زي ايزي تاكسي او هوبن، او انك تطلب اوبر. هوبن وايزي تاكسي واوبر ارخص بمليون مره من جميع التكاسي اللي حينصبوا عليك في الشارع. اياك بالنسبه كحجاب، شفت محجبين عندهم احترام للمسلمين بشكل لا يعقل ولا يصدق رسميا غير اي دوله اوروبيه. بالنسبة للشعب بتلاحظ انه كل الناس هناك شباب، مش زي المانيا او غيرها كل الموجودين شياب، كل اللي عندنا في هذه المدينة شباب. بالنسبة الى اللغة، الى الان ما تكلمت ولا مع شخص سلوفيني الا بتكلم انجليزي، كلهم لغتهم الرسمية سلوفيني. بالنسبة لسعر وجبات الغداء بشكل عام، وجبات الاكل من 5 يورو الى 15 يورو كحد اقصى. هذه الدائرة بالضبط على هذه النقطة انت بتكون في نص مدينة لوبليانا. طبعا هذا اللي فوق قلعة لوبليانا، قديمة جدا اظن عمرها 600 الى 1000 سنة، والله العليم مو متأكد من المعلومة. بشكل عام هذا السيتي سنتر جدا بسيط والجو جدا رائع، الناس جدا هادين. ف لازم تعذروني اني مضطر اني اوقف تغطيات عشان نعطي فرصة لغيرنا،
فإذا حابين انكم تتابعوني أكثر وتشوفوا لوبليانا تابعوني أحسن. وبشكر أخوي صاحب حساب سلمان وبشكر Amazing Tourist بشكل عام. شكرا جميعا وإلى اللقاء.